المصارع شكري أسعد بطل الجمهورية لمصارعة الذراعين وزن 110 والمرشح لبطولة العالم. صباح الخير، صباح النور، منورنا وألف مبروك أولا على البطولة. شكرا جدا، ومنورنا النهاردة في صباح النور. واحكي لنا كده عن اللعبة بتاعتك، مصارع ذراعين، عرفنا معناها عبارة عن ايه. هي الشائع عنها ان هي لعبة ريست زي بيقولوا، بس هي بتختلف في حاجات تانية كتير، يعني في طرق اللعب، في قوانين اللعبة، في ليها برضو تكنيكات زي اي لعبة في الدنيا. يعني اشرح قوانينها ولا؟ قول لنا كل حاجة عنها بقى لان احنا مش عارفين. تمام، هو الشائع عن اللعبة ان هي بتبقى الناس مثلا بتيجي تلعب بشكل متساوي، بينزلوا كده او كده، بس طبعا ده مش في البطوله خالص. البطوله بقى مسموح لي ان انا انزل بجسمي، ان انا ساعد بجسمي، ان انا اتني معصمي، ده كله مسموح، بس ما تشيلش كوعك، مش كده؟ بس ما اشيلش كوعي. ايوه مزبوط. دي نقطه بقى. بيبقى اللعبه ليها الترابيزه دي متساويه، طبعا اللي هي اللي قدامي بتبقى على قوانين معينه في بطولات محليه او بطولات عالميه. فيعني بيتم ان احنا بنلعب بشكل متساوي، الكوع ما يطلعش بره الشلته، كف ايدي ما يلمس كتفي، كف ايدك ما يلمس، يعني ممكن ان انا اقفل بريستي شويه، اقفل بايدي شويه، بس ما ينفعش ان انا المس كتفي خالص. كده يخرجك بالبطوله؟ لا، كده اخد فاول. وكل اتنين فاول بخسر ماتش. وعشان اطلع من بطوله الجمهوريه او كده خسران، ليا ماتشين اخسرهم. اوكي تمام. يعني انا مثلا لو كسبت على مستوى المحافظات او كسبت مثلا بطوله الجمهوريه، باجي في النهائي العب، ان كان اللي بلعبه في النهائي ده خسر ماتش، فانا كده محتاج اسوي ماتش واحد بس، لو ما خسرش خالص يبقى انا كده محتاج اسوي ماتشين. يعني الموضوع برضو فيه قوانين ولو طبعاً حصل كذا هيحصل كذا، زي اللعب الجماعي مثلا. مظبوط جدا، صح كده. لكن احنا عشان مش عارفينها قوي، مش عارفين القوانين، فبنبقى متخيلين انه اتنين بيلعبوا مع بعض ريست عادي. مظبوط، لكن هي ليها قوانين اكبر من كده بكتير. طبعا وفي حاجه اسمها ورنينج، دي بتيجي لو مثلا زي حاجه يعني نص فاول زي ما بيقولوا ورنينج، يعني كل اربعه ورنينج يديني خساره ماتش، او كل اتنين ورنينج يديني فاول. تمام. الورنينج بيجي من ايه؟ بيجي مثلا لو انا بلعب بنبدا ماتش، وقبل ما الحكم يقول جو انا ببدا لعبه من نفسي، ده كده الحكم بيوقف الماتش ويبدا ان هو يقول ورنينج، واحد ورنينج، وان ورنينج. حلو، وبتلعبوها في مكان معين؟ هي كل سنه بيتحدد مكان على حسب رؤيه الاتحاد. تمام، يعني ملهاش مكان معين، ممكن ساعات تبقى في محافظات معينه، ممكن تبقى هنا في القاهره، دي على حسب رؤيه الاتحاد يعني وكده. طيب قول لي، انت بتلعبها بقالك قد ايه؟ انا بدات اللعبه من 2015، بس انا كنت بلعبها بشكل هواه من قبل كده، يعني مثلا لما كنت في المدرسه بلعب مع زمايلي، لما كبرت ودخلت الكليه كنت بلعب مع اصحابي، فانا حسيت ان انا فيا البدايه الكويسه، ان انا يعني بكسب كل اصحابي يعني تمام الحمد لله، فحسيت ان انا فيا الموهبه اللي ربنا ادهاني، فانا محتاج ان انا استغلها. كنت عارف ان ليها بطولات. ايوه كنت لسه اسالك، انت عرفت انها بقى لعبه موجوده وليها اتحاد وليها بطولات وكده امتى؟ هو انا كنت اعرف كده من النت، بس اول مره اشارك واول مره ادخل تبع نادي كان 2015. دخلت اول بطوله ليا كانت تحت سن 21 سنه، كانت بطوله ناشئين، عملت في الوزن الثقيل، عملت تاني جمهوريه، ميداليه فضه. هي الميداليه دي؟ دي اول ميداليه. دي اول ميداليه خدتها في حياتي. حلو، كانت ميداليه فضه 2015. 2015 مظبوط. فبعد كده بدات ان انا اهل نفسي اكتر، فدخلت بطولات القاهره محافظات، لعبت في 2015 بطولة القاهرة عملت مركز أول، لعبت في 2016 بطولة القاهرة عملت مركز أول، بعدها دخلت الجيش وكده، فاعتزلت فترة الجيش دي. بعد كده رجعت دخلت بقى فوق 21. طبعا بطولة الناشئين اللي لعبتها تحت 21 سنة، هو في تحت 18 وفي تحت 21 وفي بلس 21. أنت دلوقتي طبعا بلس 21. أنا دلوقتي عندي 25 سنة. تمام، الفئة دي من كام لكام؟ من سن كام لسن كام؟ ناشئين ولا كبار؟ كبار. كبار من 21 لغايه 40. لغايه 40. هي بتتقسم بقى اللعبه من ناشئين تحت سن 21 لغايه ال 21، اللي هو من 18 ل 21. مظبوط. وبعدين من 21 ل 40. من 21 لغايه 40، يعني وبعدين؟ انا فئه بعد كده بقى اساتذه. اساتذه من 40 لغايه بقى زي ما دول بيلعبوا ولا بيمرنوا؟ لا دول بيلعبوا. بيلعبوا بره. بيلعبوا. اساتذه يعني معناه ان هو يعني كبر عن ال 40 بس. وهو من حقه ينزل مع الشباب بالمناسبه، يعني هو لو عايز ينزل مع الشباب ينزل مع الشباب. بس دي حاجه بمزاجه هو يعني باختياره هو. والاوزان بتتقسم ازاي؟ الاوزان بتفرق ما بين الرجال والسيدات. اوكي. الرجال بتبدا من 55. يا فيها سيدات كمان؟ فيها سيدات.
وبيطلعوا بيبقى عندهم ماسلز وكده وعضلات وكده. لا هو على فكره لعبه مصارعه زراعيه ملهاش دعوه خالص بشكل الماسلز. يا فعلا نهائي. كل حاجه عندنا مغلوطه يعني. طب فهمنا اكتر. لعب مصارعه زراعيه هو بيعتمد ان هو بيزود قوه العضله مش حجمها ولا كتله العضليه خالص. ايوه تمام. عكس لعب كمال اجسام اللي هو بيهتم ان هو يكبر العضله يكبرها بشكل مظبوط عشان يطلع طبعا على المسرح ويبقى شكله يعني شوي يعني بيعمل حاجه عرض. شو بالظبط. تمام. لكن لاعب مصارعه زراعيين هو بيعتمد على قوه الذراع نفسه، قوه الجسم برضه بس بيركز على الذراع. يعني ممكن يبقى حد وزنه مش عالي بس عنده قوه يعني العضله قويه. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. طب قول لنا بقى الرجال والسيدات الاوزان. هي الاوزان بتبدا في الرجال من وزن 55 وبتزيد 5 كيلو في 5 يعني 60 65 70 وهكذا لغايه ما توصل ل 110. ده يعني كل مجموعه بتلعب مع بعض كل يعني نفس الوزن انت بتاعك تلعب مع نفس وزنك ولا نفس قريب من وزني يعني انا الوزن بلعب فيه من انا وزني 110 اخر بطوله لعبتها كانت وزن 110 اللي هو من وزن 100 لغايه 110. فالناس اللي انا لعبت معاها 101 104 108 هكذا. اقصى حاجه 110 مع الوزن اللي زيك. اقصى حاجه 110 وراه بقى المفتوح. المفتوح اللي هو الناس بقى اللي هي ايه يعني عادي زي ما يكون 160 كيلو 150 كيلو. لعبتها في الناشئين قبل سن 21 يعني ميدالية الفضة دي خدتها كانت وزن مفتوح. ياه. ودي ليها قوانين تانية؟ لا كل حاجة زي بعضها زي ما هي. زي ما هي. حلو. السيدات بتختلف تماما بقى. السيدات كام بقى؟ السيدات بتبدا من على ما اتذكر من وزن حاجه 40 او 50 صغننه يعني. لغايه وزن 80 بعد كده يبقى ده المفتوح بقى. تمام. ده الوزن المفتوح في السيدات يعني 80 90 100 كله بيتقابل مع بعض. حلو قوي. طب انا عايزه اتكلمي اكتر عن الشهادات اللي معانا دي. تمام. نبدا الاول من القديم ثم الاحدث. دي مش كل الشهادات بالمناسبه. اكيد. ماشي. ورايا الكاميرا. الكاميرا بتاعتك. دي اول بطوله محافظه دخلتها كانت محافظه القاهره. عملت مركز اول 2015. 2015 او 2016 على ما اتذكر. 2015 دي اخر بطوله ليا لعبتها. دي بطوله الجمهوريه. دي اللي خدت فيها اول مركز اول جمهوريه. دي لعبتها في شهر 3 اللي فات. عملت اول جمهوريه في الدراع اليمين واول جمهوريه في الدراع الشمال. لا استنى انا هعرف موضوع الدراعات ده بس لما تقول لي دي يعني دي كده ده كده الذراع الايسر. هي كل ذراع ليه شهاده. دي بطوله ودي بطوله منفصله. ياه فعلا. لا يعني هتفهمني ممكن... بس ما تورينا الشهاده الثالثه بقى. دي الشهاده الثانيه. دي كده الذراع الايمن فعلا. لا فهمني بقى. طيب نسيبهم بقى. اولا مبروك طبعا على الشهادات دي وفخورين بيك جدا طبعا. وفهمني بقى يعني ايه كل دراع لوحده مختلف عن التاني. يعني مثلا في ناس بتتمرن مصارعه زراعين لدراع واحد بس مش كل الناس بتلعب في دراع الاثنين. ما بتعرفش تعدل نفسها. يعني ممكن مثلا يبقى واحد اشول. أيوة. هو عنده دراعه اليمين ضعيف جدا فمش ما يشاركش في اليمين ولا بالتمرين يتقوى. هو بالتمرين يتقوى بس هو مش عايز ان هو ايه يعني يدخل بطوله ويخسر وعدلته. بالظبط. هو يبقى هو مثلا يمينه ضعيف او كده فبيلعب شمال بس او في العكس ممكن يبقى واحد مثلا يمينه كويس جدا وفي شماله يبقى ضعيف فبيشارك في اليمين بس. لكن انا عن نفسي الحمد لله يعني انا بحاول ان انا بوازن ما بين الاثنين فعملت اول في الاثنين يعني اول. ودي كان عمره تلعب بالدرعين الاثنين؟ لا مش اول مره لعبت قبل كده بالدرعين الاثنين. بطوله الناشئين دي اللي انا عملت فيها ثاني جمهوريه الثانيه دي بتاعت الدرع الشمال انما اليمين عملت رابع جمهوريه لان اليمين. والميداليات بقى اللي انت لابسها دي كلها قول لنا بقى كل ميداليه خدتها امتى؟ ديت اول بطوله اللي زي ما قلت ناشئين ثاني جمهوريه. ميداليه فضه. مظبوطه. بعد كده يجي هنا اتنين جمهوريه اليمين اول وشمال اول. دي اللي هي الاخيره. مظبوط. واتنين قاهره 2015 واحده 2016 بس هي بطوله المحافظات اللي هي القاهره او كده بتتلعب دراع واحد بس اللي هو اليمين يعني عكس الجمهوريه يعني الجمهوريه فيها اليمين وشمال. الجمهوريه فيها اليمين وشمال لكن القاهره فيها اليمين بس. طيب انت ايه التدريبات اللي بتبقى محتاج لها قبل البطوله بالتحديد؟ تمام. هو قبل البطوله بتختلف تماما عن السنه كلها. ايوه. ايه بقى؟ انا السنه كلها بحاول ان انا اتمرن تمارين معينه تزود قوه الدراع زي الاحمال الثقيله. هو عموما الاحمال الثقيله بتزود القوه العضليه مش بتزود الحجم العضلي الا بشكل طفيف عكس كمال اجسام اللي هو بيعتمد ان هو مثلا يشيل 80% من قوته او 70% من قوته فيبدا ان هو يبني كتله عضليه او ضخامه عضليه. طب ما هو كمال اجسام ما هو بيشيل برضه احمال. كمال اجسام كده لكن لا كمال اجسام ما بيلعبش مثلا 95% من قوته. 95% بيبقى وزن كبير جدا عليه هو
بس طبعا يلعبوا بتركيز ويلعبوا يعني باستيعاب كويس عشان ممكن يجيب له اصابه او ممكن يبوظ له مفصله او ممكن ما يعرفش يلعبها تاني. طبعا قبل انت البطوله بقى بتشيل قد ايه من وزنك؟ لا هو دي ليها زوايا كتير يعني على حسب مش حاجه معينه مش حاجه ثابته مش حاجه لا ثابته طيب خالص. ماشي. قبل البطوله قبل البطوله على طول بقى ببقى ان انا يعني بحاول ان انا اخفف خالص الاوزان بتاعتي وانزل احمال زي مثلا بلعب 100 كيلو انزل 90 80 70 في كل يوم بنزل بالاوزان بتاعتي لغايه ما اوصل لوزن قليل جدا وبعدها اريح لي كام يوم قبل البطوله على طول. اذا ليه بتنزل الوزن؟ حلو لان انا بحاول اريح المفاصل احاول اريح مفاصل ايدي خالص احاول ان انا اريح المسلز احاول ان انا يعني اخد راحتي لان العضله مش شرط يكون فيها اصابه عشان ما ابقاش انا في كامل قوتي لا يعني ممكن ان انا مثلا ابقى دراعي حاسس ان مفيش الم ولا حاجه بس انا مش في كامل قوتي لو انا مثلا ما ريحتش كويس فلازم ان انا اريح لي مثلا 4-5 ايام قبل البطوله وقبلها بقى قبل الاربع خمس ايام دول ببدا ان انا اخفف الاحمال بتاعتي. هو انت لما مش بتخفف الاحمال او لما بتخففها مش بترخي العضله؟ لا ما بترخيش لان انا بهتم ان انا في الاربع خمس ايام دول ان انا اكل اكل بروتيني كويس بحيث ان انا ما يبقاش فيه هدم في العضلات وهو اوريدي طبيعي لان العضله بتبدا ان هي تتقطع كده فبتاخد وقت عقبال ما ترجع تاني ايه طبيعتها يعني فبحتاج ان انا اربع خمس ايام اكون مريح كويس واكل كويس. طيب التمارين اللي بتعملها طول الوقت طول السنه والتمارين اللي قبل البطوله واهتمامك باللعبه انت بقى حياتك الشخصيه مع ده فين؟ حياتك العمليه مع ده فين؟ انت هتبقى مكتفي باللعبه وتشتغل فيها وتبقى هي دي حياتك ولا انت عايز تعمل حاجه ثانيه؟ ما هو انا ناوي ان انا ادمج ما بين الشغل والرياضه بحيث ان انا يعني باسس نفس الفتره دي ان انا ابقى ترينر يعني. وانت عايز تشتغل في اي مجال؟ هو ترينر بيرسونال ترينر يعني عايز تكمل في الرياضه دي بس كترينر وكلاعب بالظبط وفي نفس الوقت مش هدرب كمصارع زراعين بس لا يعني انا برضو بطور من نفسي ان انا مش مستني ناس معينه تجي لي اجربها لا انا اي حد هيحتاجني سواء كمال اجسام رفع اثقال قوه بدنيه مصارع زراعين يعني انا بحاول ان انا دلوقتي فتره التعلم يعني ان انا ايه اوصل ليفل. طب مش دول مش كل لعبه من دول ليهم ليها قوانين خاصه بيها؟ طبعا طبعا طبعا. طب انت ازاي هتمرن حد في لعبه انت لسه ما عرفتش عنها قوانين؟ ما هي الفكره ان انا مش شرط اكون دخلت اللعبه دي بطوله يعني كمال اجسام مش شرط اكون دخلتها بطوله عشان ادربها يعني هو بس اهم حاجه ان انا اكون يعني في كورسات للليفلز ده بس فببدا ان انا. طب اسرتك بقى انا عايز اعرف اسرتك بتستقبل ازاي الموضوع استقبلت ازاي من الاول انه ده كان قرارك هتدخل اللعبه دي هي دي اللعبه اللي كانوا عايزينك تكمل فيها ولا مش هي كانوا بيفكروا لك في حاجه تانية مستقبلك الرياضي بشكل عام يعني كل حاجه بقى تخص الاسره. طب هو انا في البدايه كنت بلعب ملاكمه بعد كده بطلتها يعني ما لعبتش كتير فتره قليله جدا دخلت بعد كده مصارع زراعين ما حبيتهاش؟ مش ما حبيتهاش بس هي يعني الملاكمه ضرب ومضروب يعني ما فيهاش حاجه اسمها ضرب بس حتى لو انا كسبان برضو مضروب فانا ما حبيتش ان انا ابقى مثلا يعني وش مورب يعني انا كرامتك ما جابتكش بالظبط كده فدخلت بقى كام مصارعه زراعين وحسيت ان انا موهوب اكتر في مصارعه زراعين بصراحه حاسس انك عايز تبقى اكتر في البدايه كان اهلي يعني والدتي اللي هو يعني انت مثلا بطل الجمهوريه بس لما لقيت ان انا موهوب فيها بدات ان هي تشجعني بشكل كويس جدا ومش بس كده بقت تشتغل معايا كمان كنظام اكل ككل حاجه انا مثلا اقول لها انا محتاج اكل 1-2-3 فهي تبدا تجهز لي الاكل دوت وتعمل كل حاجه. طب بخصوص الاكل بقى انت بتاكل ايه؟ او ايه المكملات الغذائيه اللي بتاخدها؟ هو انا مالتي فيتامين ده اساسي. ما نقولش ماركات بس تقول لي بس بتعمل طبعا ايه؟ طبعا مالتي فيتامين ده اساسي جدا معايا لازم اخد فيتامينات طبعا الجسم بيحتاجها لازم اركز على اكل البروتين. هو البروتين بيعمل ايه في الجسم؟ البروتين عموما العضلات بتبدا ان هي بيبقى فيها تقطيع خفيف لما باجي اتمرن تمام البروتين هو اللي بيلئم التقطيع بتاعه الانسجه العضليه ديت فبتخليها اقوى من الاول فهو بيبني العضلات بيبني الكتله العضليه وبيبني القوه العضليه بس في نفس الوقت برضو الكربوهيدرات برضو ليه دور اساسي الكربوهيدرات هو مصدر طاقه في الموضوع ان انا لازم ان انا اكون واكل كربوهيدرات كويس بحيث ان انا اقدر ارفع اوزان كويسه بس نسبه البروتين عندك اعلى يعني مزبوط. البروتين المتمثل في البيض في الفراخ في اللحم في اللحوم عامه البيضه والحمراء الاسماك الكلام ده كله ولا في انواع بروتين تانية معينه لازم تاخدها هو انا عموما لازم انوع في مصدر البروتين بتاعي يعني ممكن شويه مثلا فراخ شويه لحوم سمك بيض كل الكلام ده بنوع فيه
والكربوهيدرات باكلها في وقت معين من اليوم. يعني انا باكل كربوهيدرات ممكن فطار طبعا بحتاجه طبعا في يوم كله. قد ايه بقى الكربوهيدرات اللي بتاخدها؟ بتبقى نسب قليله قوي. قليله. ولكن قبل التمرين بتاعي سكه ساعتين ثلاثه كده او حاجه ببدا ان انا اكل كربوهيدرات بنسبه افضل، بحيث ان هو بيديني طاقه ان انا اقدر اشيل اوزان تقيله في الجيم. ايه فعلا؟ بالظبط. اه. وطبعا اهم وقت اكل البروتين بعد التمرين. بعد التمرين بتبقى العضلات مصابه جدا، بقى محتاج ان انا بسرعه ادخل نوع بروتين سريع الامتصاص. ده يجي هنا برضو دور المكملات، دور الواي بروتين. كنت لسه هقول لك انت المكملات دي ممكن تاخد دورها بعد التمرين. بالظبط. انا احيانا مش دايما يعني ماشي عليها، ممكن اجيب واي بروتين بعد التمرين على طول ممكن اخده، بس بقى طبعا نوع ايزوليت اللي هو سريع الامتصاص. والحاجات دي ما تبقاش خطر عليكوا يعني؟ كتر المكملات دي مش لا مش خطر؟ هي مش مكملات كتيره يعني، هو مالتي فيتامين بس، واي بروتين احتاجه او ما احتاجوش. يعني هو المالتي فيتامين ده ملوش ضرر خالص بنسب معينه برضه. تمام. والواي بروتين هو ممكن يؤذي الكلى لو الشخص مش قادر ان هو يستخدمه بشكل مظبوط. يعني هو ممكن مثلا لو خده مثلا منه 30 جرام بروتين في اليوم كله ده كده تمام جدا. الفكره ان البروتين عموما سواء اخدته عن طريق الاكل او المكمل بيأذي. في كل الحالات بيأذي. ايوه بيأذي الكلى في كل الحالات، يعني ملوش دعوه بمكمل، لان هو في الاول والاخر البروتين ده مستخلص من لبن. طبعا يعني حاجه طبيعيه برده مش حاجه اصطناعيه. تمام.